بمناسبة بقى المراجعة مع الصندوق، هتخلص المراجعة امتى وامتى هناخد الشريحة الرابعة؟ احنا يعني هننتهي في خلال الاسبوع ده باذن الله، وطبعا بيبقى في العرض على مجلس اداره الصندوق، يعني بنتوقع النهارده يعني ان شاء الله قبل نهايه يونيو نحصل على الشريحه الرابعه باذن الله. الارجنتين، واكيد انتم بتبصوا على العالم كله، الارجنتين رفعت الفايده بنسبه كبيره، اعتقد ال 40% او حاجه كده. الارجنتين يعني الحاله انه يعني حجم الافتراض اللي افترضوه، يعني خلي بال حضرتك انه تعداد الارجنتين يمكن 40% من تعدادنا، لما رجعوا السوق العالمي تاني او يعني سوق الاقراض ابتدوا تاني اقترضوا بكميات كبيره جدا من غير ما يبقى فيه سياسات نقديه وسياسات ماليه متكامله بحيث انها تسيطر على الوضع الاقتصادي بالنسبه لهم والوضع النقدي بالنسبه لهم. بس انا بتكلم هنا على المزاحمه بقى في الاستثمارات في ادوات الدين، لو انا هنا بتكلم على ان هو لما بيقدم طبعا انترست ريت اعلى الفلوس بتروح هناك. لا، ما هو فكره انترست ريت اعلى، يعني ممكن حضرتك تعرضي انترست ريت عاليه جدا لو ما في سياسات جيده وسياسات بتطبق وفي نوع من انواع الانضباط والالتزام في تطبيق السياسات الماليه والنقديه، الامور بتفلت بشكل سريع جدا. يعني مش فكره ان انا بعلي 40% لازم المستثمرين يبقى عندهم ثقه، المستثمرين مجرد ما يحسوا ان في ضغط على الـ 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 العمله نتيجه ان السياسات النقديه غير سليمه بتسبب مشاكل كبيره الحقيقه. ارتفاع اسعار النفط هتتعاملوا ازاي فيه مع الموازنه؟ هل هتغيروا الارقام ولا انتم متوقعينه في ارقام الموازنه؟ يعني بدرجه كبيره احنا شايفين حجم الاستهلاك، ويعني خليني اقول لحضرتك ان السنه دي 17 18 احنا بنتكلم على حجم استهلاك قل لاول مره من الكثير، يعني مع سنوات طويله جدا حجم الاستهلاك ما بيقلش. حجم الاستهلاك في البنزين قلل في حدود 4-5%، في السولار في حدود 4-5% ايضا، فالحاجات دي برضو بتساعدنا في خفض ارقام الدعم، زياده انتاج الغاز برضو بيساعدنا في السيطره على ارقام الدعم. احنا طبعا لو حضرتك عارفه انه الرقم اللي موجود النهارده في سعر البترول جزء منه سياسي، يعني مشكله، يعني انا اقدر اقول كده انه في ما لا يقل عن 7-8 دولار جايين من مشكله ايران صحيح ازاي، فده مشكله سياسيه. ف يعني ما بنقدرش نستند الى حاجه زي دي في الـ في الـ في, الـ في الوقت الحالي بشكل متكامل الا لما نشوف القصه دي هتتطور ازاي، لكن في نفس الوقت طبعا بندرس كل الاحتمالات اللي موجوده في ايدينا عشان نتعامل معاها. الموازنه اخبارها ايه بقى سياده الوزير؟ يعني لسه في نقاشات، هتقر امتى نهائيا؟ يعني طبعا هي موجوده في مجلس النواب، ويعني لجنه السته والموازنه اشتغلت على كتير، يعني على جزء كبير من الموازنه، هيبقى تستكمل هذه النقاشات في الاسابيع القليله القادمه. بنتمنى ان احنا ان شاء الله قبل نهايه رمضان نكون مخلصين الموازنه مع مجلس النواب باذن الله. وانا بشكرك السيد وزير الماليه السيد عمرو الجرحي.